سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. قلوبنا فرحانة. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. جيتنا برضاكم لفيتوا دعوانا، وإحنا يا بلقاكم قلوبنا فرحانة. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا، إن شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. شكرا 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 شكرا. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب. اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب. تغنوا معايا. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب. اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب. قاعد غنوا معايا يلا. صباح الخير يا مدرستي، جئنا ندق عليك الباب. اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب. اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب. لا 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 لا. انتهت العطلة الصيفية، أيام الراحة كذا والنوم. عشنا أوقات هانية، عدنا لك لطلب العلم. انتهت العطلة الصيفية، أيام الراحة كذا والنوم. عشنا أوقات هانية، عدنا لك لطلب العلم. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب. اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب.
لا 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 لا. اشتقت لك من الأعماق ما فرقت مخيلتي، اشتقت لك اسمي ورفاقي وكذا لقاء معلمتي. اشتقت لك من الأعماق ما فرقت مخيلتي، اشتقت لك اسمي ورفاقي وكذا لقاء معلمتي. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد الغياب. لا 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 لا. فلا زال هناك مزيد لكسب العلم يا أولاد، فلنبدأ العام الجديد بالجد والاجتهاد. فلا زال هناك مزيد لكسب العلم يا أولاد، فلنبدأ العام الجديد بالجد والاجتهاد. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد الغياب. شكرا شكرا شكرا. اشتقت لك من الأعماق. شكون اللي يقول لي وقتاش اليوم العالمي للحماية المدنية؟ اليوم العالمي للحماية المدنية. شفنا الشابة هذه، كيسموك بنتي؟ كيسموك؟ شيراز. شيراز، شحال في عمرك شيراز؟ 12 نهار. 12 أسبوع. 12 شهر. 12 أسبوع. سنة. سنة. عبالي 12 شهر. 12 سنة. تقراي مليح؟ شحال جبتي معدل؟ 14. تصفيق عليها، تصفيق عليها. أنا نبغي اللي يقراو مليح. إذن برافو بنتي. وقتاش التاريخ؟ 1 مارس. بالعربية؟ 1 مارس. أول مارس هو اليوم العالمي للحماية المدنية. تعالي بنتي، أعطيني الهدية تاعها. أعطيني الهدية تاعها. تعالي بنتي، تعالي أرواحي. إذن ذكريهم بأسمك بنتي. شيراز. شيراز، شيراز الشابة العاقلة اللي تقرا مليح، ياك؟ الله يبارك، الله يبارك، ربي يصونك بنتي لوالديك. إذن شيبس مهبول يهدي لك هذه الهدية المتواضعة، راعي هذه الجولة وراعي حصة مع عمو يزيد، بالتوفيق. شكرا. العفو بنتي، العفو، العفو، تفضلي تفضلي تفضلي. مادام قلت لكم اليوم العالمي للحماية المدنية فيها مفاجأة، ما أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار كفيلا من دون استغناء على استعداد ليل نهار. يلا تغنوا كامل معايا رجل الإطفاء. أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار، ينطلق فور الإنذار كفيلا من دون استغناء على استعداد الليل نهار، على استعداد الليل نهار. ما أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار، ينطلق فور الإنذار كفيلا من دون استغناء على استعداد الليل نهار، على استعداد الليل نهار. معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة. شجاع باسل شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء. لا 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 لا
يقتحم ألسنة النار في يده خرطوم الماء في يده خرطوم الماء. يا له من بطل مغوار ينقذ أطفالا ونساء ينقذ أطفالا ونساء. يقتحم ألسنة النار في يده خرطوم الماء في يده خرطوم الماء. يا له من بطل مغوار ينقذ أطفالا ونساء ينقذ أطفالا ونساء. معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة. شجاع باسل شهم بطل أنت يا رجل الإخوة. يقوم بمجهود جبار عمل شاق فيه عناء عمل شاق فيه عناء. ويجازف رغم الأخطار وهب لنا النفس فداء وهب لنا النفس فداء. يقوم بمجهود جبار عمل شاق فيه عناء عمل شاق فيه عناء. ويجازف رغم الأخطار وهب لنا النفس فداء وهب لنا. معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة. شجاع باسل شهم بطل أنت يا رجل الإخوة. تحملت شتى الأعباء لخدمة ومنع الأضرار لخدمة ومنع الأضرار. فأنت مثل العظماء ورمز من ذوي الأخيار ورمز من ذوي الأخيار. تحملت شتى الأعباء لخدمة ومنع الأضرار لخدمة ومنع الأضرار. فأنت مثل العظماء ورمز من ذوي الأخيار ورمز. معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة. شجاع باسل شهم بطل أنت يا رجل الإخوة. شكرا 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 شكرا. إذن رجل الإطفاء عنصر مهم جدا. وش قال لي باك روحي؟ بابا راجل الإطفاء. كيفاه؟ هذاك بابا راجل الإطفاء. باباك راجل الإطفاء وما تعرفيش أول مارس. تعرفيش أول مارس وباباك. روحي 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 تعالي مازال ما كملتش روحي. باباك واش؟ بومبي. بومبي. تبغي بابا؟ تبغيه؟ باباك جونتي معك. شيري كاع واش تبغي؟ واه. وكي تبغي تخرجي وكاع يخرجك؟ واه. تبغيها مالا؟ واه. هيا برافو برافو. إذا رجل الإطفاء شكرا. رجل الإطفاء كما يقول عمو يزيد في الأغنية أنت مثل العظماء. إذا رجل الإطفاء رجل عظيم. عمو يزيد دار أغنية للأطفال ليطهروا الطهارة. هذه الأغنية درتها للأطفال ليطهروا. إذن كاع الأطفال اللي راح يطهروا ولا طهروا نهدي لهم هذه الأغنية نقول فيها وليدنا مبروك عليه هذه الليلة ختانته بصح قاعد زغرتو دور وقت نبغي نسمع الزغاري تاع تلمسان. يلا وليدنا مبروك عليه هاد الليلة ختانتو الله 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 ديروا الحنة في يديه يا
يلا يا لبنان زغرتو بيدنا رسول الله. هادو ناس ومعه جيرانو حضروا له وتلموا بيه، حضروا له وتلموا بيه، يلا نزهو ليه نغنوا بالهدايا نباركوا ليه، بالهدايا نباركوا ليه. هادو ناس ومعه جيرانو حضروا له وتلموا بيه، حضروا له وتلموا بيه، يلا نزهو ليه نغنوا بالهدايا نباركوا ليه، بالهدايا نباركوا ليه. وليلنا مبروك عليه هاد الليلة اختمتو، الله الله الله، ديروا الحنة في يديه يلا يا البنات زغرتو بيدنا رسول الله. الشدة جات عليه بطربوش وزيد برنوسو، بطربوش وزيد برنوسو، كيما اليوم فرحنا بيه إن شاء الله نفرحوا في عرسو، إن شاء الله نفرحوا في عرسو. ديك الشدة جات عليه بطربوش وزيد برنوسو، بطربوش وزيد برنوسو، كيما اليوم فرحنا بيه إن شاء الله نفرحوا في عرسو، إن شاء الله نفرحوا في عرسو. وليدنا مبروك عليه هاد الليلة اختنتو، الله الله الله، ديروا الحنة في يديه يلا يا البنات زغرتو بيدنا رسول الله. ادعوا له يا الوالدين ربي خلي هاد الوليد، ربي خلي هاد الوليد، يستروا يحفظوا من العين ربي بارك فيه ويزيد، ربي بارك فيه ويزيد. ادعوا له يا الوالدين ربي خلي هاد الوليد، ربي خلي هاد الوليد، يستروا يحفظوا من العين ربي بارك فيه ويزيد، ربي بارك فيه ويزيد. وليدنا مبروك عليه هاد الليلة طهارتو، الله الله الله، ديروا الحنة في يديه يلا يا البنات زغرتو بيدنا رسول الله. وليدنا مبروك عليه هاد الليلة طهارتو، الله الله الله، ديروا الحنة يلا يا البنات زغرت وحبيبنا رسول الله. بالبركة بالبركة على قاع اللي اتطهروا ولا رايحين يتطهروا. طهرتوا ولا مازال؟ طهرتوا ولا مازال؟ مازال مازال. تعرضنا كي تطهر؟ تعرض عمو يزيد كي تطهر؟ تعرضني تعرضني نعرضك تعرضني أنا نستنى. هيا الله يبارك. عمو يزيد في السيدي اللي قال لكم رايح، سيدي لكل عائلة كي تخرجوا إن شاء الله، شيبس لكل الأطفال، والسيدي لكل عائلة مهدى من طرف شركة رامي. إذن سيدي لكل عائلة من فضلكم باش يكفي. بلى غدوة غدوة يطهر لؤي. لؤي مبروك عليك عقوبة العرس إن شاء الله، وعرضنا العرس إن شاء الله. مبروك عليه مبروك عليه. عمو يزيد دلكم أغنية، على بالكم باللي الوالدين تاعكم وعمو يزيد يبغوا حاجة هي النجاح، النجاح ثم النجاح. شكون اللي يقول لي وقتاش اليوم وش يقولوا؟ قم للمعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون،
كاد المعلم أن يكون رسولا. إذن كل الإجلال والاحترام للمعلم يا أحبائي. المعلم مهم جدا أننا نحترموه. عمو يزيد في الأغنية يقول: معلمي من كل جهل سنتني، إلى العلا صحبتني. ما تقدرش تطلع للعلالي كما يقولوا بلا ما يصحبك المعلم. إذن الاحترام ثم الاحترام للمعلمين يا أحبائي. شكون يقول لي وقتاش اليوم العالمي للمعلم؟ اليوم العالمي للمعلم تعرفوه؟ اليوم العالمي للمعلم. شكون 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 تيا تاني؟ بون معلش، شفنا العروسة هذه، أعطيها الميكرو، خلوه يفوت. 5 أكتوبر. كيسموك بنتي؟ ملك. ملك وملك. الله يبارك بنتي، الله يبارك. شحال في عمرك؟ 12 سنة. 12 عام. واش مسنة تقري؟ دزياماني سنة ثانية متوسط. متوسط. شحال جبتي المعدل؟ 17. واو، هادو صحاب 17 هادو. صحاب 17 هادو ما قلت لهمش أنا. برافو بنتي، برافو، شاطرة. أعطونا تصفيقة على 17 تاع مالك. بالتوفيق بنتي، ولا الخطرة الجاية كي نجي نبغيك تقولي لي 18 ولا 19 إن شاء الله. يا أخي إن شاء الله. إن شاء الله. وقتاش اليوم العالمي للمعلم؟ 5 أكتوبر. برافو، تعالي تعالي تعالي، أعطوا لي مالك، روحي بنتي. تعالوا، أعطيني الهدية تاعها. يلا، طلعوا لنا مالك. ثقة، فوالا، تعالي بنتي، أروحي. تعالي. تعالي الشاطرة، روحي بنتي، روحي. إذن ملك شاطرة، شاطرة بنتي. رامي راعي برنامج مع عمو يزيد، حصة ولادنا تحت جناحنا، وهاد الحفلات عمو يزيد شو يهديك هاد الهدية متواضعة، إن شاء الله تستفادي بها. شكرا شكرا. واش تقولي لهم ملك؟ تقولي لهم يقراو مليح؟ يقراو غاية. واش هو السر باش تجيبي معدل عالي هكذا؟ قولي لهم تشوف واش هو السر؟ نقرا قرآن ونصلي. الله يبارك، بصح ما يكفيش، مليح انك تتشبعي بالقران والصلاه، ولكن واش الاخر ثاني؟ مثابره والجد في القسم. تقراي مليح، تقراي في الدار، تقراي. برافو بنتي، برافو برافو، شاطره. تصفيق عليها، تصفيق عليها، تصفيق عليها، تصفيق عليها. جميل جميل بنتي، جميل. معلمي معلمي من كل جهل سنتني، الى العلا صحبتني. عاقبت ذنبي من أجل صلاحي. سمعوا معي هذه الأغنية وغنوها معي. معلمي 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 معلمي، للعلم أنت شددتني، إلى العلا قدمتني. معلمي 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 معلمي، من كل جهل سنتني، إلى المجد صحبتني. معلمي معلمي، زودتني علما نورت به دربي، زودتني علما نورت به دربي. كنت أبا وأما يا نعم المربي، كنت أبا وأما يا نعم المربي. معلمي معلمي، للعلم أنت شددتني، إلى العلا قدمتني. معلمي 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 معلمي، من كل جهل سنتني، إلى المجد صحبتني. معلمي معلمي، تحملت دعابي في القسم ومزاحي، تحملت دعابي
وعاقبت ذنبي من أجل صلاحي وعاقبت ذنبي من أجل صلاحي. معلمي معلمي للعلم أنت شددتني إلى العلا قدمتني. معلمي 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 من كل جهل صنتني إلى المجد صاحبتني. معلمي معلمي وقفت بجنبي إن ضاق بي حالي وقفت بجنبي إن ضاق بي حالي وكنت جوابي دوما في سؤالي وكنت جوابي دوما في سؤالي. معلمي معلمي للعلم أنت شددتني إلى العلا قدمتني. معلمي 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 من كل جهل صنتني إلى المجد صاحبتني. معلمي معلمي واسمك يدوي إجلالا واحتراما واسمك يدوي إجلالا واحتراما. يا صاحب السمو أهديك السلامة يا صاحب السمو أهديك السلامة. معلمي معلمي للعلم أنت شددتني إلى العلا قدمتني. معلمي 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 من كل جهل صنتني إلى المجد صاحبتني. معلمي معلمي شكرا شكرا شكرا. يا صاحب السمو أهديك السلامة يا صاحب السمو أهديك السلامة. آخر أغنية آخر أغنية معليش. شكون اللي يقدر يقول لي وقتاش اليوم العالمي لحقوق الطفل؟ مشي أول جوان مشي عيد الطفولة. اليوم العالمي لحقوق الطفل هو اليوم اللي مضت فيه منظمة الأمم المتحدة على ميثاق حقوق الطفل في سنة 1989. في أي يوم ولا هذاك اليوم هو اليوم العالمي لحقوق الطفل. شوف العروسة هذه كسموك بنتي بالعيدي فتيحة فتيحة الله يبارك. وش هو الجواب؟ 14 جوان. لا لا مش 14 جوان لا لا اليوم العالمي لحقوق الطفل مشي أول جوان مشي في جوان دابور كاع هيا باش نتفاهموا مشي في جوان. لا لا اللي راهم هنا ما عندهمش حق في الجواب. شوف العروسة هذه واسمك خلود. خلود وقتاش؟ 21 مارس. لا لا مشي 21 مارس. أعطي الميكرو للشابة هذه أعطوا لها الميكرو لحقوا لها الميكرو أعطيه لهم يلحقوا لها. كيف اسمك بنتي؟ ليندا. ليندا شحال في عمرك؟ 10 سنوات. 10 سنوات شاطرة في الدراسة. شحال جبتي معدل؟ 9.72 على 10. واو 9.72 صفقوا عليها صفقوا عليها صفقوا عليها صفقوا عليها أنا نبغي اللي يقراو مليح. صفقوا عليها صفقوا عليها. وش هو الجواب بنتي؟ 20 نوفمبر. تعالي اروحي اروحي بنتي تعالي 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 الشطرة جيبوا لي الشطرة هذه. إذن بنتي 20 نوفمبر هو اليوم العالمي لحقوق الطفل. منظمة الأمم المتحدة
دارت ميثاق لحقوق الطفل مضاته معظم دول العالم في 20 نوفمبر 1989. أعطيني الهدية تاعها. إذن بنتي شركة شيبس مهبول راعي هذه الجولة هذه وراعي برنامج عمو يزيد شو يعطيك هذه الهدية تستفادي بها إن شاء الله. شكرا. العفو العفو بنتي. تفضلي تفضلي تفضلي. أنا نبغي لي يقراو مليح. عمو يزيد دلكم أغنية نقول فيها مبروك النجاح عليكم. يلا تغنوا كاع معايا فوالا ونسى كاع صغاريت ينسى. يلا كامل. أبذلت مجهود وتعبت وسهرت ليالي طوال سهرت ليالي طوال وفقكم ربي ونجحت يا خلي يتعب فينا مبروك النجاح عليكم واه واه يا شاطرين واه واه يا شاطرين ورفعتوا ريسا والديكم راهم بيكم فرحانين راهم بيكم فرحانين مبروك النجاح عليكم واه واه يا شاطرين واه واه يا شاطرين ورفعتوا ريسا والديكم راهم بيكم فرحانين راهم بيكم فرحانين أبذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال سهرتوا ليالي طوال وفقكم ربي ونجحتوا يا كلي يتعب فينا أبذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال وسهرتوا ليالي طوال وفقكم ربي ونجحتوا يا كلي يتعب فينا هكذا تولي عندك قيمة تبني مستقبل حياتك تبني مستقبل حياتك ونشوفك ديما في القمة وتكون مفخرة بلادك وتكون مفخرة بلادك هكذا تولي عندك قيمة تبني مستقبل حياتك تبني مستقبل حياتك ونشوفك ديما في القمة وتكون مفخرة بلادك وتكون مفخرة بلادك أبذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال سهرتوا ليالي طوال وفقكم ربي ونجحتوا يا كلي يتعب فينا أبذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال وسهرتوا ليالي طوال وفقكم ربي ونجحتوا يا كلي يتعب فينا نجحكم هو الأساس تعبوا بالشهادة أخرى تعبوا بالشهادة أخرى تاني دكتورة وإن شاء الله تاني دكتورة نجحكم هو الأساس لعبوا بالشهادة أخرى لعبوا بالشهادة أخرى بكالوريا وزد ليصاص وإن شاء الله تاني دكتورة وإن شاء الله تاني دكتورة أبذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال وسهرتوا ليالي طوال وفقكم ربي ونجحتوا يا كلي يتعب فينا أبذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال وسهرتوا ليالي طوال وفقكم ربي ونجحتوا يا كلي يتعب فينا يا كلي يتعب فينا شكرا 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 لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم أحببناكم سنعود انتظرونا في موعد جديد مع لا ننساكم لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد لا ننساكم
نحياكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. نقول لعمو يزيد صحة، شكرا على المجهودات تاعك، بارك الله فيك. نشكر عمي يزيد على مجيئته نشكره ونحبه بزاف. مرحبا فيك بك بيتي لبسني عمو يزيد وفرحت كاع التلاميذ وفرحت حتى انا. قول لعمو يزيد يعطيك الصحه على الحصه اللي درتها لنا ولادنا فرحتهم ونتمنى ان شاء الله تعاودها لنا خطره اخرى ان شاء الله. نحن نحب عمو يزيد كثيرا. نحبك عمو يزيد على الحفله اللي عملتها لنا. قول لعمو يزيد شكرا على اللي قدمتها لنا وان شاء الله تولي لنا مره اخرى. نقول له شكرا على الحفله، فرحت لنا الاطفال ديالنا ونحبوك كامل.